الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الان الى الابد الابدين كلها امين. الاصحاح الاول ورساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى بركاته على جميعنا امين. الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. امتازت حياة آبائنا الرسل إن هم عاشوا في اختبارات روحية عميقة، وقدروا إن هم يذوقوا عشرة ربنا ويعيشوا معاه الشركة. ومن حب رب المجد يسوع ان هو ينقي فينا الاختبارات اللي عاشوها ابائنا الرسل. الانسان الروحي الذي له عشره مع الله يعيش دائما في اختبارات روحيه، والاختبارات الروحية دليل واضح وقوي ان هذا الانسان ابتدت قوة الحياة الجديدة تعمل فيه. حياته تغيرت، اصبح في فكر جديد، اصبح في منظر جديد، اصبح في حياة جديدة يشهد عليها الروح القدس اللي ساكن فيه. ويبتدي الانسان يدوق حلاوه العشره مع الله وحلاوه السكنه مع الله، وتبتدي الطباع بتاعته تتغير وشكله يتغير، ويصبح انسان محاط بالحق. من ضمن الاختبارات الروحيه اللي ممكن تظهر على الانسان ان الانسان يبتدي يشعر بالحضور الالهي في كل وقت، يقدر يكون مع الالهي الذي حي هو الرب الذي انا واقف امامه. ده اختبار هو حاسس فعلا ان هو واقف قصاد ربنا. يقدر يكون مع الملكوت الذي رايت الرب امامي في كل حين لانه على يمين لكي لا ازدعم. ده اختبار هو شايف الله. ممكن يشعر ان هو اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون انا في وسطهم. لا اختبار وشتان ما بين واحد يخش الكنيسه يشعر بالله، واحد تاني دخل الكنيسه ما شعرش بحاجه.
لأن صعب جدا
هيجمع بين الفرقتين؟ ازاي الواحد هيقدر ان هو يروح حلال وعشرة ربنا وفي الوقت نفسه هو مسلم الارادة بتاعته والفكر بتاعه الاكيد؟ الانسان اللي لسه مربوط بالعالم هتيجي تقول له ايه الاختبارات الروحية بتاعتك؟ انت دوت ايه في ربنا؟ هي العشرة بتاعت ربنا شكلها ايه؟ يقول لك انا مشغول بالعالم، انا مشغول بالعالم، ايش وصلني انا ان انا افكر على مستوى الاختبارات؟ لو هو مربوط بالعالم المسيح مش هيبقى الطريق بتاعه، ده المسيح دوت اخر حاجه هو بيفكر فيها. امال الطريق بتاعه اصبح ايه؟ الطريق بتاعه اصبح هو طريق ابليس اللي هو عمال يمشي فيه وهو مش دريان بنفسه. لما يجي يقول لك انا مش قادر اعيش على مستوى الاختبار الروحي لان المسيح ما عادش الحق بتاعه، هو ممكن ان هو يعيش في الباطل، ممكن ان هو يعيش في الاكاذيب، ممكن ان هو يقتنع كلام ويقول كلام ويبرأ نفسه بكلام هو بعيد عن الحق تماما. هل ممكن واحد بعيد عن الحق ان هو يقدر يبقى اختبار روحي اذا كان هو بيبرأ نفسه بكل شيء؟ هل ممكن انسان بقت فيه حياه على مستوى الجسد تماما يقدر يقول لك انا اقدر اعيش في الاختبارات الروحيه؟ اختبارات روحيه ايه وهو لسه عايش على مستوى الجسد؟ عشان كده هو في الابتدائيين قالوا لنا النفوس المدلله، النفوس المدلله التي تعيش على حساب الجسد وتنعمات هذا العالم، ايه هي الاختبارات الروحيه بتاعتها؟ صعب. ده الانسان مش هيقدر يعيش على مستوى الاختبار الروحي غير لما يطلب القداسه بمصابره، يطلب القداسه من كل قلبه، يطلب القداسه علشان يقدر يروح كرسيه جوه قلبه ويعافيه ويقدر ان هو يعافي العالم اللي هو عايش فيه. الانسان اللي فيه اختبارات روحيه نقدر نقول له ما هي علاقتك بالمسيح؟ ايه هي العلاقه بتاعتك مع المسيح؟ يعني افرض ان المسيح جالك دلوقتي وسال زي القديس بطرس وقال لك اجل حبني اكثر من هؤلاء، انت هتجاوب عليه تقول له ايه؟ المسيح يظهر لك شخصيا ويقعد يقول لك اتحبني اتحبني، انت فعلا بتحبني ولا انت بعيد عني؟ ولو كنت انت بتحبني هل انت بتحفظ الوصيه بتاعتي؟ هل انت فعلا ابتديت تعيش على مستوى بيحفظ ايمانك وتدعو على الفقراء وتعالى اتبعني؟ هل انت ممكن تنفذ الوصيه اللي الكتاب بيقولها؟ دع الموتى يكفرون موتاهم واذهب انت نادي بملكوت الله. هل ممكن الانسان اللي يحب الله يقدر يطبق الايه اللي بتقول من احب ابا او اما او اخا او ام اكثر مني فلا يستحقني؟ هل ممكن المسيح يجيلي كل يوم ويقول لي أما قدرتم أن تصبروا معي ساعة واحدة؟ ولا هقول له يا رب أنا الحب لسه كبير مش في قلبي، لسه ما تقولش في قلبي علشان كده هو أنا مش قادر إن أنا أقعد معاه. بصراحة الناس اللي فيهم اختبارات روحية ناس قدروا ان هم يحددوا الموقف بتاعهم بالظبط،
انت موقفك ايه بالنسبه للوصيه الالهيه؟ الله لما بيطلب من الانسان يطلب منه علاقه قويه جدا اعلى من كل علاقه ممكن الانسان يعملها. اذا كان الانسان ممكن ان هو يرتبط بالعالم او بالناس بتاعه العالم او بمشغوليات العالم، الله في حبه يطلب ان الانسان ينفتح العلاقه بتاعته لاعلى من كل حاجه في العالم كله. اصل الصراحه الانسان اللي ليه ثمرات روحيه عند المسيح دوت هو اهم شيء في الحياه. عند المسيح هو اغلى شيء في الحياه. عند المسيح هو احلى شيء في الحياه. عند المسيح لا العالم كله لا يساويه شيء. عشان كده هو اللي هو دلوقتي بيرفع قلبه وبيرفع حياته فوق كل المستويات الموجوده اللي ممكن تقابله في حياته. يوم لما الانسان يسأل نفسه ويقول أنا بحب ربنا ولا لأ، يحاول يقارن نفسه بينه وبين أي شهيد، يقارن نفسه ويقول الشهيد دوت ظلموه موجود وهو لسه سنه صغير، ويقول إن هو يموت من أجل المسيح ويقول عنه كتاب ولم يحبوا حياته، ما حبوش الحياة بتاعته. وأنا آجي عند أي موقف أقول ده أنا ظلمت، ده أنا اتضايقت، ده أنا فهمت، فين المحبة بتاعتي قصاد محبة الشهيد المسيح؟ ده أنا متأكد إن المسيح دوت هو أغلى حاجة في حياتي، أنا ممكن إن أنا أدوس على أي أعراض في العالم أو أي شهوة في العالم أو أي انتظار في العالم نتيجة إن في علاقة شخصية بيني وبين الله. الإنسان اللي ليه اختبارات روحية لما يجي يتعامل مع أي واحد حواليه هو بيتعامل مع الله شخصيا. والله في الحب للبشرية قال يا جماعة ده الإنسان المسكين، ده انا الانسان العبد العيان، ده انا الانسان المريض، ده انا الانسان المسؤول، ده انا الانسان الغريب، ده انا الانسان الجعان. ويبتدي الانسان اللي فيها استمرار روحيه حيه ان هو بيتعامل مع كل انسان حواليه كانه فعلا بيتعامل مع المسيح. ويقول فعلا بما فعلتموه باحد هؤلاء اخواتي الافاضل في قد فعلته. ده انسان عايز يعيش على المستوى الروحي. المستوى الروحي بتاعه يتطلب منه هل انت عندك استعداد ان انت تتقابل مع الله؟ يمكن ابونا نوح وهو عمال بيشرح في بستان الرمان وبيتكلم عن قصه الاب شنودة ان هو بيتقابل مع المسيح، والتلميذ القديس ويصا لما سمع قال له انا نفسي ان انا اتقابل مع المسيح. هل تعلم الاشتياق دوت ان انا عايز اتقابل مع المسيح هو اصلا جوايا ولا الفكره دي مش بتجيلي؟ انا ممكن ان انا اشتاق لاي واحد غالي عليا، ممكن اشتاق ان انا اتكلم مع ناس معينين، لكن هل هو قلبي في محبه قويه للمسيح واقول له ربنا انا نفسي اتقابل معاه، نفسي اقعد معاه، نفسي اتكلم معاه؟ ده سؤال مهم جدا جدا، لان مش معقول الواحد يضيع العمر كله وهو ميت النهارده لسه ما اتقابلش مع المسيح. سؤال مهم جدا، الواحد كل شويه يسال نفسه هل انا فعلا بتقابل مع
مع المسيح لهم مخاطة في القلب. قلب القلب بتاعه بسيط. يعني ايه كلمة القلب بسيط؟ يعني القلب بتاعه كله مخاطة. هو في الجوال ما يعرفش يفعل من حد. هو ما يعرفش ان هو يشيل من حد. هو ما يعرفش ان هو يتكلم على حد. عشان كده لما تيجي تقول له تعالى اقعد مع المسيح يقول لك ما انا قاعد معاه. انا قاعد معاه. القلب البسيط هو القلب المصري اللي هو كمان يسمع ان هو يسمع لكل انسان حواليه لانه هو عايش مع المسيح. هو بيتقابل معاه. ده هو ممكن يصدق حاجات ما بتصدقش وممكن ان هو يشوف حاجات ما بتشوف ما حدش يقدر يشوفها لان هو من الايمان. الايمان هو الثقه بما لا يرى. واحد شاف حاجات ما بتتشافش. الانسان اللي فعلا عايز يقعد مع المسيح عنده سرعه وقدرة ان هو يقدر ان هو يحب الحوادث اللي بتقابله في الحياة. هو حاسس ان ربنا موجود في كل مكان. هو حاسس ان ربنا موجود في كل الظروف. هو حاسس ان ربنا موجود في كل الامكانيات اللي حواليه. المسيح يعمل بالقليل وبالكثير. المسيح يعمل مع الانسان في ضعفاته وفي قوته. هو شايف المسيح في كل ظروف حياته. لو هو حزين هو شايف المسيح. لو هو فرحان هو شايف المسيح. لو هو في صحه هو شايف المسيح. لو هو مريض ومش قادر يتحرك هو شايف المسيح. لو هو عايش في بيئه شايف المسيح. لو هو عايش في المصره هو شايف المسيح. اي حاجه بيمر بيها في حياته هو يقدر ان هو يشوف المسيح. اي رساله تجيله او اي تجربه تجيله او اي بيئه تجيله يقول بس ده ربنا بعت عليا مخصوص عشان اقدر ان انا احببه اكثر واكثر. اصل هو قال لتكوني وسط فيك ومثلك فتمجدني. ده هو رب المجد يسوع لا يعمل الا في وسط الضيقان. اول ما يحس ان هو اترمى جوه الاجور يقول بس ده اقدر النهارده اتقابل مع المسيح. هو عايز يتقابل مع المسيح. رؤية الله بالنسبة له هي أعلى وأغلى من أي رؤية في العالم كله. يقولوا له إحنا نجينا كذا نعملنا كذا نسوينا كذا. يقول يا جماعة مش تحرموني من المسيح. ده أنا ما صدقت إن أنا يبقى في علاقة قوية بيني وبينه. عشان كده هو يقدر الإنسان يبقى ليه فعلا اختبارات محيطة. الإنسان اللي هو ليه فعلا اختبارات روحية هل هو تبني عنده استعداد يدافع عن المسيح ولا هو عنده استعداد يدافع عن نفسه بس؟ زمان طلبوا المسيح والمسيح ما لقاش حد يدافع عنه. زمان طلبوا المسيح وما لقوش حد يدافع عن المسيح. العالم كله تخاطب ضد المسيح ومحدش قدر ان هو يقف قصاد المسيح ولا يشهد فيه. علشان كده هو انا لما ببقى انسان مظلوم او ببقى انسان متلاقي بالحق بتاعي وانا اسلم انا ببقى شبه المسيح في الحق. اذا كان العالم قديما لم يقدر ان يشهد بالمسيح انا حاليا ممكن ان انا اشهد بالمسيح ان انا اتحلل ازاي ان انا مظلوم. كشاف فيق إلى الزحف كنعجة صامتة أمام الأن يجده.
ان انا بقبل الظلم اللي بيقع عليا، بقبل الاحانة اللي بتقع عليا، عشان انا بقى ليا خبرة حية قبل الدين. عشان كده هو اصبح الانسان الذي له اختبارات روحية هو اكثر واحد يقدر يوصف كلمة ربنا للي حواليه. لا تقدر تشوف ان هو بيتنمر، ولا تقدر تشوف ان هو بيتضايق، ولا تقدر تشوف ان هو كبير، ولا تقدر تشوف ان هو حكيم، لانه هو عايش مع الله. العالم كله لا يغنيه شيء. او هذا الحق يقدر يوصل كلمة ربنا. تخيل لما يقف واحد يا ابني ما بنوش صغير